ظهور الحبوب على الوجه والآثار السلبية والسيئة، قديش هذا الشيء مزعج لكل الصبايا. انت كيف بشرتك بتلاقيها؟ يعني شوي هيك وشوي هيك. هلا بدي أسأل الدكتور أكثر عن الاستفسارات يلي عن جد بتحسي لها علاقة بالطقس وبالأكل وتخبيصات الميك اب. كل الصبايا اللي عم بيعانوا من الحبوب، خلينا نحكي ان ظهور الحبوب على الوجه ليس فقط امر مزعج للاشخاص الذين يعانون من ظهورها على البشره، وانما الاثار التي تتركه هذه الحبوب وما تتركه من علامات على الوجه امر مزعج ايضا، ويسبب الاحراج لكل الصبايا والفتيات. فما الطرق العلاجيه والوقائيه للتخلص منها؟ معنا الدكتور هايك سيروبيان، اختصاص جلديه. اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك دكتور. اهلا وسهلا، صباحكم يا صباح الخير دكتور. صباحا. اول شيء حب الشباب، يعني هو بس لعمر المراهقه مثل ما بنعرف ولا لا هو لاعمار متقدمه ايضا؟ عاد ما بتحبوهم بتطلع لكم. عاد ما بنحب الشباب ولا عاد ما بنحب الحب؟ والله اثنين. الله يسلمك. هلا كلمه حب شباب هي كلمه عاميه الحقيقه، تمام. هي اسمها بالعربي، يعني الاسم العلمي العربي العد، اسمها بالانجليزي اكني، ما في كلمه شباب اصلا. يعني موضوع التعاطي اليوم مع مرض بلغة عامية هو بس من باب انه توصل فكرة للمريض، يعني حتى انا بقول له للمريض حب شباب، اذا قلت له عاد راح يضيع. يعني هو التهاب اجري وغدد دهني، طبعا بيرشق عن زمرة جرثومية معينة مشان ما ندخل بلغة طبية كتير، اسمها بروبيوني باكتيريوم اكني وكذا والى اخره. هاي الزمرة هي زمرة متعايشة معنا، هلا بتتطور بوضع ما، بوسط ما، ببي اش ما موجود ضمن الغدة، وبتتحول لشكل الالتهابي. هلا بس تحولت لشكل الالتهابي بيتشكل عنا حب الشباب باشكاله المختلفه. طبعا الاشكال بترتبط لحنا قديش درجه الاصابه، الانتان، المشاكل الثانيه اللي عم بيعاني منها المريض، زوال السبب او عدم زواله بغض النظر عن العلاج. هذا هو سبب حب الشباب، فهو ممكن يظهر عندي باعمار كثير متقدمه، بعمر المراهقه وبعمر الشباب، ممكن يطلع بال40 وبال50، وممكن يطلع عند طفل وليد. تمام دكتور، خلينا نحكي عن الأسباب. بيقولوا مثلا الإجهاد، بيقولوا مثلا الهرمونات كمان بتلعب دور بحب الشباب، بيقولوا كتير كتير من الأسباب. خلينا نحكي شو هي الأسباب الحقيقية، بما أنه كمان أنا بس عم بقرأ بيقولوا ما في سبب معين لظهور حب الشباب. لا لا لا، شو رأيك أنت بهالكلام؟ هلأ أولا طبعا في استعداد للإصابة، يعني ما أي إنسان عنده نفس الظروف أو نفس الشروط بينصاب. ممكن نقعد بظروف ما ثلاثتنا، حدا مننا ينصاب بحب الشباب والتاني يا ما ينصاب يا بشكل اقل. دكتور بيقولوا وراثه، شو رايك بهالكلمه؟ ما في وراثه، ما في وراثه. في كثير امراض عم توصلني على عيادي بيقولوا لي وراثه. بالمناسبه بغض النظر عن حب الشباب يا جماعه، موضوع لا في سواد تحت العينين وراثي هذا خطا، لا في تساقط شعر عند المراه وراثي هذا خطا، لانه هي رجل بيورث التساقط لابنه ما لابنته. بس دكتور العائله اذا الولد، طبعا العائله اذا شعره خفيف بتلاقي العائله كلها، الاولاد والعائله وعائله العائله كله شعره خفيف، يعني والمشكله بشعره. بتدوري على المشاكل الاخرى، تمام. قد يكون مشكل اخرى عائلي بسبب تساقط الشعر، تمام. بس هو بحد ذاته ما له مشكل، ممكن يتورث من زلمه لمرته مثلا، من زلمه لبنته، كثير تمام. بحبوا البيتنجان حمص لك. فهي الحقيقة في كتير أمراض تنسب إلى الوراثة هي ما لها علاقة بالوراثة، هي استعدادات، وقد تكون استعداد حسب الزمرة النسيجية أو بنيته أو مستوى الإفراز، قد يكون الغدة تبعه أو الزهمة تبعه. هذا موضوع ممكن يكون بتبع وراثة معينة، بس ما أنا مورث يعني والله مرض مثل أمراض الوراثة. هلا حب الشباب في له شقين، في اسباب اليوم بايدنا، في اسباب ما بايدنا. الاسباب اللي ما بايدنا هي الاضطرابات الهرمونيه. طبعا كلمه اضطرابات هرمونيه بتوجهنا اكثر للمراه، لانه المراه عندها مشاكل ممكن ترتبط بالدوره. طبعا في بعض المشاكل موجوده عند الرجال اللي بنحكي فيها، بس الفكره الاساسيه المراه. يعني اليوم الاضطرابات اللي بتنشا عن مثلا الاضطرابات الهرمونيه اللي بتكون اعراضها اضطرابات دوره، تساقط شعر الراس، زياده بشعر الجسم، اضطرابات وزن، عصبية، توتر، ضيق خلق، بكي بسرعة، بكي بلا سبب، خفقان وضيق نفس، حساسية مفرطة، آلام أسفل ظهر وبطن، مفاصل وركب، موضوع مثلا أحيانا التهابات نسائية متكررة، واضطرابات حتى في السلوك العاطفي. هدول هن من مظاهر الاضطرابات الهرمونية اللي من ضمن أعراضها قد يكون عندنا تصبغات اللي هي الكلف وأشكاله، أو موضوع حب الشباب. هلأ هي أسباب ما بإيد أي امرأة، يعني المرأة اللي بتنصاب بهيك مشاكل ممكن تكون وضع الصحي كتير منيح، يعني وضع الحياة الصحي كتير منيح، بس عندها إشكلة حب شباب. في أسباب بإيدنا بتتبع بعض العادات،
عاداتنا قد ترتبط اليوم بالميك اب بشكل رئيسي، لانه في نوع من حب الشباب اسمه عد المزوقات، بيرتبط بالمسابح، ميت الكلور بالمناسبه تبع المسبح، هي في لها شكل من اشكال حب الشباب اسمه العد الكلوري، يعني نوع من حب الشباب ينشا عن الكلور. هلا طبعا مسابحنا من كثر ما فيها ناس وكذا وفي قله شروط صحيه ما بعرف نحكيها، فهي العامل الاساسي فعامل زايد عنده انه يحطوا كلور بنسبه كبيره. هلا بتفوت على اي مسبح بتحسها ايام وانت فايت الظهر عينيك بتحرحر، ليه؟ العيون حمر كثير، حمر كثير بالكلور، فاوقات بيتعاطوا كثير مع الكلور بتطلع النتائج سيئه. طيب شو بتنصحهم؟ لانه هلا كل الصبايا والصيف كل الصبايا بدها تروح على المسابح، او يلي بيبعدوا عن المسابح اللي كثير مضغوطه ولا فيها نسبه كلور كثير. تمام. ويحطوا واقيات؟ هلا بنقلك هلا ما الواقيات ممكن تطلع نتيجتها عكسيه الحقيقه. تمام. ويغسلوا دائما مضبوط اجسامهم، يعني اذا كل واحد بيغسل جسمه قبل ما ينزل على المسبح ما في داعي يحطوا كلور بكميه كبيره. كبيره. واذا كل واحد تقيد بشروط الصحه، ما كل واحدة عندها ولد بده يعملها بتزته قلب المسبح بتزته قلب المسبح روح بيريح حالك، هي مشكلة. فهذا الموضوع التعاطي مع الكلور هو السيء. هلا بس يطلعوا من المسابح يغسلوا بكمية وافرة بالمي، والاحسن انه نحن الشيء ما بيلزمنا ما نقوم فيه. دائما بننبه انه نحن بنميز بين رفاهيتنا وبين الشيء اللي ما بيلزمنا، يعني انا عندي استعداد للاصابة بعتبر انا نزلتي على المسبح صارت ريسك. حدا ما عنده مشكل نزل بجوز يكون عنده مقاومة أكثر، بس اللي عنده إصابة أكتف يعني فعالة وبده تنزل هاي راح تزيدها، يعني بدها توقع بمشاكل أكبر. فهذا الموضوع لازم هي تحط لحالها سيستم حياة بيتناسب مع طبيعة جسمها ما توقع حالها بمشاكل أكبر. تمام. هاي أحد المشاكل غير موضوع المسابح والميك اب. على فكرة الواقيات ممكن تلعب دور عكسي، لأنه أغلبية واقياتنا ممكن يكون بقلبها ميك اب، واحيانا مثل ما حكينا بزمان وبحلقه سابقه ما ممكن تكون ما بتتناسب معنا. الفكره اللي ممكن يكون عندنا بعض الاصابات ممكن ناتجه عن اسلوب نزع الشعر احيانا، يعني هلا مثلا في طرق متعدده بيقولوا حبه تحت الجلد او شعره تحت الجلد بتصير حبه، الالتفاف بيطلع نتيجه تقنيات النزع، يعني احيانا الماكينه السكر الشمع بطريقه ازالتهم احيانا ممكن تلعب به تكوين شعر ملتف، وهذا شيء بيعملنا التهاب اجنبي غدد. يعني هي شكل اشكال حب الشباب. تمام. في اشكال كثيره لحب الشباب ممكن تكون لاسباب عديده على الحقيقه، ما بالضروره نحن يعني الاسباب الحياتيه والتماسيه ترتبط اكثر شيء بهدول. مثلا الصوبيا لازقه جنب مصادر الوجه والحراره شتاء، الماسكات احيانا وبعض المستحضرات ممكن نحطها على وجهنا. تمام. هي كلها شغلات ممكن تلعب دور. طب دكتور، تمركز حب الشباب مو شرط بالوش اكيد. لا. خلينا نحكي وين اكثر المناطق غير الوجه. هلا الحقيقه من مراجعينا بنشوف بيقولوا حساسيه اذا على الظهر مثلا، هي حساسيه؟ لا، هي حب شباب. ايه، هلا من مراجعينا بنشوف اذا قلنا مرضى حب الشباب فهن 99% بيكون موجود عندهم وجه على الحل. ما على الحل يعني في عندهم اصابه وجه. 30% من 99% بتلاقي عندهم اصابات جذعيه وخاصه بالاكتاف والظهر. هلا كل ما نزلت بالنسبه اكثر بقى بتلاقي بعدين عندك اصابه بمنطقه اليتين بالفخذين، يعني ممكن يصيب باي منطقه فيها جراب او شعره او فيها مثلا غده دهنيه، يعني اي منطقه فيها غدد دهنيه او جراب شعره، لانه ما في جراب شعره ما ملحق معه غده دهنيه غالب الاحيان، فعمليا ممكن نعرض فيها لمشاكل حب شباب. طب دكتور، كل الحبوب هي حب شباب؟ لا. بتنعصر هي؟ اوعى هذا غلط. هي اللي بتعلم حب الشباب هي بس ناصرها. هي خلينا نحكي عن الانواع. شو هي؟ انواع كثيرة. او يعني دكتور كيف فينا نميز حبة الشباب من الحبة العادية؟ تماما. يعني لنقدر نعالجها نحن بالطريقة الصح بما انه كله عم بيعالج بعضه والجيران الاخوات. ما هو طلب فيكم دكتور علقوا شهاداتكم. هلا هو احيانا ممكن يكون الانسان طالع له حبة عادية بحط لها مطهر وبيمشي. هلا لاحظ انه هاي الحبه عم تعمل انتشارات او عم تطول. هلا انا ما بدنا نكبرها، يعني اللي والله طلعت لك حبه روح راسا على الدكتور. تمام. لا، بقى ممكن نحط لها مطهرات بسيطه وتنقطع، بس اليوم ما بالضروره تكون مشكلتنا هي مشكله مطهر بسيط. حطينا لها مطهر كريم فوسيدين اللي بدكم اياه، شغله بسيطه ما راحت خلال يومين ثلاثه صار في انتشارات. ممكن ما شرط تكون حب شباب، ممكن تكون التهاب اجنبي غدد دهنيه حاد، ممكن التهاب اجنبي شعريه حاد، ممكن يعني في كثير مظاهر ممكن تكون مختلطه بالموضوع. فمفترض يراجع طبيبه الواحد مشان ما يوقع حاله بمشاكل اكبر. اكيد. هلا حب الشباب ما نوع علاج ذاتي، هي احد الاخطاء.
تمام. انه انا بيطلع لي حب شباب بفوت لعند الصيدلي عمو اعطينا الريتان او اعطينا تمام الادويه حب معنا تماما. هذاك حاطط ابن سينا فوقه والزهراوي من ثاني طرف، بروح بيخلط له خلطه هيك، روح جرب حطهم، بعد فتره النتائج بتطلع عنا احيانا كارثه. او الجيران او الاخوات او العالم بيصفوا لبعض مثلا الشوفان مع عصير الليمون وشويه مثلا بندوره او مثلا العسل واللبن مع بعض كمان انه لازم ماسك طبيعي بالاسبوع لنقدر نقشر بشرتنا ويروحوا الاثار. ما في شيء اسمه ماسكات طبيعيه، هي قديمه الفائده. هلا انا ما عندي مشكله بالماسكات الطبيعيه بالنصايح، عندي مشكل بالنصايح اللي بيتفهمنوا فيها الدكتور بالاخير. تمام. انه بيكون وصفه الدكتور بيطلع بالاخير ليك اوعك تاخذي هذا. هلا عاده ينتصر مجلس الهبل. تمام. هذا الواقع الطبي تبعنا للاسف اجتماعيا ما عم نقدر نتخلص منه. انه يا عيني انت وقت بتروحي عند طبيب بتاخذي وصفه، جارتك اللي عم تقور الكوسايات ما نقفها من الطبيب. اكيد. فهي بتلحق جاره، بتلحق مثلا حدا خوفها، قالوا لي يا عيني انت اذا لحقتي هدول ما بيشفوا. تمام. واغلب مشاكلنا اللي بيراجعونا بسايد افكت يا ان كان اثناء العلاج يا بتكون قاطعه جزء من الدواء بتكون وقعت بمشاكل الدواء الثاني. اي طبيب بيعطي دواء بتوازن، يعني مثلا عطى مقشر بيكون عطى مرمم، اكيد اذا وقفتي واحد منهم وقعتي بسايد افكت، فما بيجوز تكون تعمل خلل بخطه علاج اي طبيب. 100% بتلتزم بعلاج طبيبه، بتراجع طبيبه عند المشاكل، هذا هو المرجع. طيب يعني دكتور انت ما بتنصح بالوصفات الطبيعيه يعني اللي هي منشوره او معروفه يعني بكل مكان؟ يعني ما بتفوت. عصير الليمون وماء الورد ابدا ما بتنفع. لا يعني أبداً. يعني ما بينفع الماسكات الطبيعيه انه يعني هلا ننصحهم انه ما حدا يلجا لها ابدا. بدي اقول لك على قصه. تمام. اول تعريف للجلد هو وسيله الدفاع رقم واحد في الجسم، يعني انت اليوم إذا حطيتي ليمون على إيدك هو ما بفوت لجوا. تمام. والدليل عمل الكازيل بلق بنزين ما بيروح بفوت بنزين لجوا. أكيد. إذا عامل بيشتغل بالصحية ما بفوت شيء لجوا. نحن ليش بس المواد الطيبة بدها تفوت لجوا والمواد السيئة الجلد يا سلام بتزولعها يعني. ما موجودة، الجلد هو ما بدخلها أصلاً. هلا اليوم نحن كل شيء عم نعمله عم نخرج طبقة سطحية. تمام. ممكن ليمون اليوم إذا في بشرة دهنية روح طبقة الدهن بس بيروحها بطريقة ممكن يخرشها، ممكن تضعف من مناعتها. اليوم ست البيت اللي بتشتغل بالموني، اليوم اللي بتعمل موني بالمكدوس ولا ما بتلق باذنجان والبندوره ولا الفول ولا البطاطا، شو بصير بايديها؟ بتطقطق وبتشقشق. تمام. اذا كان جلد الايد السميك بتطقطق وبتشقشق، فما بالكم جلد الوجه. يعني لا تتعاطوا مع الماده الطبيعيه كما هي، هي ماده غير ممتصه ممكن تخرش من برا. تمام. بدال ما نتعاطى معها بطريقه ممكن تخرشنا، لا خلاص برجع لطبيبي. هلا بتعاطى معها بغذائي انا باكلها، عندكم فوائد صحيه معينه لبعض الاغذيه كثير منيح، بس ما بتعاطى معها بشكل خارجي. الليمون اللي انتم عم تحكوا عنه حطوه ارخام، شو بصير فيه؟ بتروح لمعته بينقر. بينقر. فما هو موضوع التعاطي مع مواد طبيعيه انه هو ناتشورال معناتها صح. كثير حلو نسلط الضوء على المعتقدات الخاطئه عند السيدات، كثير حلو هالشيء. بدها تكون اكستراكت الحقيقه، بدها تكون خلاصه محمله على مستحضر صيدلاني قابل للامتصاص باكتيفيتي بنسب معينه، بنسبه تمديد معينه بيحددها المخابر اللي بتصنع هيك مستحضرات. نعم. طبيعيه. دكتور خلينا نحكي على علاقه الغذاء بحب الشباب والمعده، يعني دائما في علاقه اذا المعده مو منيحه. لا هي احد الاخطاء كمان. هي احد الاخطاء. فخلينا نعرف مريض حب الشباب بياكل شو ما بده، بهارات وبزر ومقالي وشوكولا وحر انا باكل بزر بقوم ثاني يوم كلني حب. لا تاكلي اذا عم تعاقبي حالك، لا تاكلي. ما لها علاقه. لا ابدا. هلا بدي اعطيكم شغله هيك لاقرب لكم اياها مشان ما تكون هي دائما. انا بحب اعطي مثل. لو هلا اليوم انا اكلت بزر او اكلت حد فبقول لك انا اكلتهم طلع لي حب شباب، كيف بده يوصل هذا الحد للجلد؟ بده يفوت عن طريق المعده، يوصل عن طريق الدم ومن الدم للجلد، صح؟ صح. طيب هلا اذا اكلت انا بزر او حد ووصل للدم معناتها انا هذا الدم عم بيتلون او عم بيتطعم، يعني لانه بيفرق صار دمك وانت اكلي حد لانه بيوصل لجلدك غير دمي اللي انا ماني اكل حد. معناتها هلا لازم نفوت على بنوك الدم نشوف دم هندي بالكاري، دم صيني بالفلفل ما موجود هذا دم حمصي على قولتك. تمام. فالحقيقه انه ما بيطعم، هن بتفوت عناصر اساسيه، يعني الهضم بيدخلها عناصر اساسيه، ما في عنصر بيتقسم اليوم بيطلع معك فيتامينز بيطلع معك بروتينز بيطلع احماض دسمه وهي مفيده للجسم. حتى كلمه الدسم بياثر على حب الشباب هو عكسيه تماما. لاحظوا خلينا نحكي احنا باللغه العاميه دائما، خلينا نشوف مريض صحته منيحه ومريض له حب وهذا طلع له حب، عن مين بتطلع الحبه اكبر وبتعلم؟ على السمين. لا
عند النحاف دائما النحاف بتلاقي وجههم محفر اكثر. السمان نادر ليطلع لهم حب. كم واحد سمين شفتوه بحياتكم طلع له حب شباب؟ تعداده القليل. ايوه شو هي 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 ملاحظات انتبهوا بحياتكم. الناصحين وشهم مدور شادد، نادر لتلاقي ناصح ومحفر وجهه، تمام، نادر لتلاقي طالع له حب. النحاف كثير بتلاقي عندهم هاي المشكله اكثر. الحقيقه التوازن الجلد اليوم بيعتمد على الاحماض الدسمه والبروتين، يعني فهو الوارد الدسم والبروتين العالي عند صحته منيحه يمكن بشكل جزء من الحمايه تبعه. يعني الاكل والمعده ما مالهم سايد افكت على طيب الحب ابدا. صحه الدكتور. خلينا نحكي نصائح اخيره، يعني اللي عندهم حب شباب شو ممكن تنصحهم؟ شو ممكن يستخدموا مثلا تقشير لبشرتهم؟ كيف ممكن يعتنوا بالبشره؟ كيف ممكن يعتنوا كمان انه يمارسوا الرياضه، يشربوا مي كثير، اكيد ما حدا ينام بالميك اب؟ يعني شو النصائح الاخيره لكل اللي عم بيعانوا من حب الشباب؟ نعصروا الحبه. لا 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 مشان تعلم. ما بتلاقوا الحب ابدا اذا عندكم حب شباب. بتلجؤوا لمراكز مختصه او لعيادات عندها اطباء، ما يكون حدا مركز تجاري. اليوم في شائع عندنا كثير مراكز تجاريه. تلجا لطبيبك وعالج حالك ودور على سببك وعالج حالك وبقى تحت اشراف طبيبك. اليوم المانو موضوع حب الشباب موضوع سهل، هو سهل ممتنع، يعني سهل بسيط بالعلاج اذا فهمنا، وممتنع لانه يا بيعلق علينا 10 سنين يا بيحفر وجهنا مدى الحياه. صح. فانتم ما تفوتوا بقصص اليوم تدفعوا ثمنها غالي. اليوم الانسان ما عنده اغلى من وجهه، بغض النظر بغض النظر انتم هلا قاعدين، انا ما بقدر اعرف هويتك وهويتها من الكنزه ولا طبعا. من موديل الشعر، في فيس في وجه، فحدا بيغامر بوجهه اللي هو هويته الوحيده. فهذا موضوع بنلجأ لطبيب اخصائي قريب منكم تقدروا تتبعوا عن طريقه، بلاقي لكم السبب، بشرف عليكم للاخير، افضل من كلمه انا فوت على الدكان الفلاني ولا على الصيدلة الفلاني وجارتنا شو استعملت وخلطة طبيعية. الحقيقة هدول يا ما ناس اجوني مضيعين وقت فيهم وبيضيعوا وجههم معهم. تمام. قد يكون الوقت من ذهب احيانا. ودائما علاج الجلدية طويل الامد، بدنا نستنى لانه اكيد النتائج رح تكون منيحة تحت اشراف طبيب حسرة. علاج الجلدية طويل، وبالمناسبة انا بستغرب حتى احيانا وقت بلاقي انه بقول لهم دائما انه طبيب القلبيه اليوم بيعطي دواء طبيب ما حدا بيسترجع يتدخل فيه، العينيه ما حدا بيتدخل فيه، الجلديه مدري ليش مستسهلينه مع انه هلا اصعب من اي اختصاص ثاني كاجراءات وكنتائج. يعني حتى بتسود الوجه، يعني دائما بنقول له المريض اللي ما بيلتزم كثير وجه الطبيب اسود معه. يعني بيطلع المريض وقلب الدكتور معه، طبق العلاج رح يحكي بالطبيب المنيح، جا عباله عكب العلاج راح وجه المريض وراح الطبيب معه. بس اكيد المريض لازم يختار الطبيب الصح ليقدر وشه عم بده يضوي والقناعه الصح والراحه النفسيه. نتشكرك، متشكر معلوماتك القيمه اليوم سلطت الضوء على كثير معلومات نحن ما كنا بنعرفها، عرفناها لاول مره، واكيد يعني بالنسبه لي انا كثير استفدت والاكيد كل السيدات اللي تابعونا. شكرا لك دكتور. شكرا لك دكتور هاي سبيان. اهلا وسهلا فيك.